وتأبى عزلة بني يوسف التابعة لمديرية المواسط إلا أن تلاحق المستقبل وتعانقه في أكثر من مجال، فها هي اليوم تشهد حفلا فنيا وجماهيريا في مدرسة النجاح للاحتفاء بتأهيل عشرات الفتيات للعمل بمجال الصحة. نظرا لعجز الكادر الصحي في المديرية وأيضا نقص الكوادر الصحية ونقص الممرضين، فكنا نحتاج إلى إذا أردنا أن نقوم بعمل كنيولة أو فراشة لأي مريض نحتاج إلى البحث عن الدكتور ونطلعه إلى مسافات بعيدة. فقرات فنية إبداعية وخطابية عبرت في مجملها عن فرحة الأهالي بالخريجات إزاء الحاجة الملحة للكادر الطبي ليس فقط في عزلة بني يوسف وإنما في عموم أرياف محافظة تعز. استفدنا من هذه الدورة أن تعلمنا أشياء كثيرة لم نكن نعلمها من قبل، من الإسعافات الأولية لبعض الجروح للأزمات القلبية استفدنا منها، الإسعافات الأولية لإنقاذ المصاب منها الجروح، يعني كيف نساعد الملجأ على تصفية الجروح، الخياطة، التسمم الغذائي. على مدى شهر كامل تلقت هؤلاء الفتيات دروسا مكثفة لعدد من الطرق والأساليب الصحية اللازمة لكيفية مواجهة الأمراض الشائعة بالمحافظة وكيفية تقديم الخدمات والإسعافات الأولية للمرضى. من أجل تقديم خدمات الإسعافات الأولية للقرى البعيدة عن المركز وامتداد الخدمات الصحية للمركز الصحي. اثنين، نشر الوعي الصحي بين أوساط المجتمع ومن حولهم اكتساب المعارف والمهارات في الإسعافات الأولية في أوساط المجتمع. مع انتشار العديد من الأمراض خصوصا في الريف الذي يعاني من نقص حاد في الخدمات الصحية لا تكون هؤلاء الفتيات قد حققن حلمهن فحسب، وإنما حلم أبناء المديرية في امتلاك كادر صحي يكون في مقدوره أن يواجه كافة الأخطار المحتملة. المنظومة الصحية في مدينة تعز بفعل حصار وهجمات الميليشيا دفع بهؤلاء إلى تبني مثل هذه المبادرات الهادفة إلى إكساب المشاركين فيها مهارات تعينهم على مواجهة المخاطر الناتجة عن الأمراض. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مديرية المواسط تعز.